السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 12 into the future، في المستقبل. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات المهمة معانا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة معانا كلمة زي cycle، lan، ممر أو حالة للدراجات. عندي e-sports player، لاعب رياضي إلكتروني. عندي كمان exist، يتواجد. percent يعني العلامة اللي هي بتاعت العلامة المئوية، اللي هي العلامة اللي زي دي كده percent. طيب عندي كمان كلمة زي advantages، مزايا. عندي apply for، يتقدم بطلب. challenge، يتحدي أو تحدي. device، جهاز. education، تعليم. floating farms، مزرعة عائمة. mask، قناع. materials، مواد خام. طيب تعال كمان نشوف بقية الكلمات. عندي pandemic يعني جائحة أو وباء، pandemic جائحة أو وباء. عندي population، population عدد السكان، بنقسمها عشان تعرفوا تنطقوها. presentation، عرض تقديمي. presentation يبقى عرض تقديمي. عندي هنا remind، يذكر. عندي assistant، عايزين نعرف ان كلمة assistant معناها عموما مساعد، assistant يعني مساعد. جت بقى robot assistant يعني مساعد انسان آلي، كلمة assistant مساعد. عندي solution، حل. temperature، درجة حرارة. virtual، reality، الواقع الافتراضي. electricity، كهرباء. energy، طاقة. oil، زيت أو البترول. renewable، قابل للتجديد. renewable بنقسمها re وبعدين new، قابل. عندي كمان charge، يشحن. equipment، معدات. passport، جواز سفر. quarter، ربع. safe، آمن. solar panels، ألواح شمسية. طيب تعالوا كمان، عارفين طبعا جزئية الوردس والسينونيمز والأنتونيمز، بنبصلها بعينينا وبنحاول نحفظ بعينينا ونفهم طريقتها ازاي، معمولة ازاي كل واحدة فيهم. تعالوا بقى نشوف الديفينيشنز، التعريفات. 3D printer اللي هي طابعة ثلاثية الأبعاد. A machine هي آلة. make cubes، هنخليها بقى ايه مادام هنا هنزود لها احنا الاسم. makes cubes، بتعمل ايه طباعات. of wall objects، لكل المواضيع. طيب عندي هنا cycle lan اللي هو ممر للدراجات. a special place، مكان مخصص for cycling للدراجات. on routes، على الطريق او على الطرق. e-sports player، لاعب رياضي الكتروني. a player هو لاعب. of online، للاونلاين فيديوز جيمز، لالعاب الرياضه الالكترونيه. طيب electric bus، الاتوبيس الكهربي. a bus هو اتوبيس. works with electricity، بيعمل بالكهرباء. firefighters، رجال الاطفاء. people هم ناس. هو الجوب، وظيفتهم is to put out fires، يطفئوا النيران. put out يطفئ الفايرز، النيران. robotic engineer، مهندس الروبوتات. a person، شخص. whose jobs، وظيفته is to design، يصمم. or work، او يعمل. with robots، مع الروبوتات او الانسان الالي. transport، النقل. ليه vehicles، العربات. can travel in or carry goods in، العربات اللي ممكن تسافر او بتحمل بضائع فيها. طيب نيجي بعد كده كمان كده للاسيستنت. الاسيستنت اللي هو المساعد. somebody هو شخص. helps a person، بيساعد الشخص. to do their job، يقوم بوظيفته. device اللي هو جهاز. a machine هو آلة. or equipment او معدة من المعدات. for a particular job، لوظيفة معينة. online learning، تعلم عبر الانترنت. education هو تعلم. or teaching او تدريس. you can او you have، انت بتمتلكه. on the internet، على الانترنت. population، السكان. the population of a country، السكان في مدينة. or area، او في منطقة. is all the people who live in it، هو بيعتبر كل الناس اللي عايشة فيها. solution، الحل. a way، طريقة. to solve a problem، لحل مشكلة. or answer a question، او اجابة سؤال. temperature، درجة الحرارة. how hot or cold is، ازاي كيف تكون درجة الحرارة او البرودة. طيب virtual reality، الواقع او العالم الافتراضي. when a computer makes you think، لما بيخليك الكمبيوتر تفكر. that you are in a real place، كأنك في مكان ايه حقيقي.
طيب تعالوا كمان نشوف هنا الاكسبريشنز التعبيرات عندي give reasons يعني يعطي اسباب make a predictions يكون بعمل تنبؤات produce electricity electricity ينتج كهرباء طب كمان معانا do projects يعني يعمل مشاريع او do presentations اللي هو يكون بعمل عروض عندي عرض يعني عرض بقى بيعرض شغل بيعرض حاجه على المسرح حاجات كده يعني عروض طيب عندي do online learning يدرس عبر الانترنت find a solution بيجد حلا keep safe بيحافظ على امنه او keeps healthy بيحافظ على صحته طيب عندي كمان into the future الى المستقبل تاخد ايه into the future طيب in about دي معناها ايه in about في حوالي او في خلال او في غضون فتيجي بقى معها اي حاجة بقى a year طيب عن تقريبا او اي بقى فترة ان about دي اللي تهمني طيب عندي كمان throw away يرمي بعيدا throw away بيرمي حاجة بعيدا طب عندي كمان نفرق ما بين rise و raise الاتنين معناهم يرتفع او يرفع rise بتيجي من غير مفعول raise فيها الA الفرق بينهم حرف الA فيها هنا الA بتيجي بعدها مفعول خاصة بالدرسين الأول والتاني تتكلم عن إيه؟ making predictions عمل تنبؤات and discussing ومناقشة future ability القدرة في المستقبل هنقول إيه؟ بيستخدم I think that أنا بعتقد هقول by يعني بحلول واذكر العامل اللي أنا عايز أتكلم عنه كمان ممكن أقول I think that we will be able to إحنا هنكون قادرين على او اقول النفي منها I don't think we will be able to اعتقد ان احنا مش هنكون قادرين على وبذكر الشيء بقى بس انا بستخدم الالفاظ اللي بتفيدني ايه دي اللي انا حاطه تحتها خطوط عندي كمان I think we won't be able to اعتقد اننا لن نستطيع فكل دي الفاظ بتعبر عن تنبؤات او مناقشه حاجات هتحصل في المستقبل تعال بقى ندخل في كلمات الدرسين الثالث والرابع accountant محاسب achieve يحقق او ينجز ambition طموح هنا ده مهندس معماري architect مهندس معماري عندي goal يعني هدف internship تدريب داخلي عندي marathon اللي هو الماراثون او سباق جري عندي qualification مؤهل quali نهاية الاي وبعدين فيكيشن بنقسمها يا اولاد لمقاطع لما تكون كبيرة عشان تعرفوا تنطقوها او تستهجوها فتعرفوا تنطقوا الكلمة qualification مؤهل عندي كمان كابيتال سيتي العاصمة كاشلس غير نقدي بنقسمها برضو المقاطع كاش ولس فتبقى تنطق كاشلس غير نقدي عندي ديستراكتس مقاطعات برضو انا بقسمها للمقاطع عشان تبقى سهل عليكم تنطقوها وكمان تحفظوها ديستراكتس يعني مقاطعات عندي كمان عشان هي اخرها اس هنا طيب عندي كمان مونوريال قطار معلق مونوريال عندي رين ووتر متقسمه اهي كلمه ووتر يعني ميه ورين امطار يبقى مياه امطار رين ووتر طيب انجينيرنج الهندسه او هندسي تريننج شخص رياضي عايز اعرف كمان ان كلمه لوكال يعني محلي لوكال حاجه محليه طب تعالوا كمان نشوف الديفينيشنز الخاصه بالدرسين الثالث والرابع عندي ديستنس اللي هي المسافه اللي هي سبيس is between two things مسافة ما بين شيئين طيب internship فترة تدريب when you work ما بتعمل often without pay بدون ما يدفع لك to learn about a job عشان تتعلم عن الوظيفة marathon a running race هو سباق جري of around في حوالي 42 كيلومتر بقى 42 كيلومتر طيب تعالوا كمان نشوف عندي professional qualification التأهيل المهني اللي هو shows يرى او يعرض you have special training to do a job عندك تدريب خاص عشان تعمل الوظيفة دي set up ينشئ start a business يبدأ شغل skill مهارة the ability المقدرة او القدرة to do something well عشان تعمل حاجة بشكل كويس expert خبير a person هو شخص who is very skilled عنده مهارة at doing something في فعل شيء or who knows أو بيعرف a lot about a particular subject معلومات إيه بيعرف كتير عن موضوع خاص طيب monorail اللي هو قطار معلق a railway system نظام railway that uses بيستخدم a single rail usually high above the ground بيبقى دايما إيه معلق كده أو في الأعلى
كاش لس غير نقدي دان ويزاوت يوزنج ماني بتستعمله او بتعمله من غير استخدام المال. ديستراكت منطقه او مقاطعه ان اريا اوف ا تاون هي مكان او منطقه من مدينه او سيتي اور ذا كانتري سايد او مريف. طيب عندي كمان اكسبريشنز زي اتشيف جولز يحقق اهداف do an online course بيكون بدورة على الانترنت او do the Egyptian marathon ويشارك في الماراثون المصري improve skills بيحسن مهارات set goals بيحدد اهداف work as a volunteer بيعمل كمتطوع. طيب تعالوا كمان نشوف بعض الحاجات المهمة زي is to بيجي بعدها الفعل في المصدر زي my dream is to become ان اصبح. طب عندي it is زائد adjective زائد to زائد الفعل في المصدر انه من I think it is important ادي صفة اهي to get لكي احصل او اصبح او احصل على a good education تعليم جيد. السكيلز الخاصة بالدرسين 3 and 4 الثالث والرابع بتتكلم عن discussing مناقشة person goals الأهداف الشخصية. منيجي نتكلم عن مناقشة أهداف شخصية الحاجات دي بتفيدني في إيه يا جماعة؟ تفيدني يا أولاد في الديالوج والميني ديالوج اللي هو السؤال بتاع الديالوج والميني ديالوج والحوار ده بيقول لي هنا إيه مثلا أتعلم أجيب السؤال إزاي؟ بيقول لي what's your dream job؟ إيه هي وظيفة أحلامك؟ what is your dream job؟ What's your dream job؟ ايه وظيفة احلامك؟ رد my dream job is وابدأ اقول له اي وظيفة انا بتمناها او وظيفة سهلة عليك كتابتها او حافظها سهلة يعني. What are your other goals؟ ايه هي اهدافك الاخرى؟ What are your other goals؟ قال له I'd like to انا عايز اعمل ويقول له بقى طيب What can you do to achieve them؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تحقق ده؟ طبعا مش تنام لا تعمل ايه؟ قال له I am going to انا ناوي اعمل ويبدأ بقى يقول مثلا اتدرب اخد مؤهلات وهكذا. طيب تعالوا بقى نشوف كمان كلمات المهمة اللي في الدرسين 5 and 6 الخامس والسادس. عندي هنا completely تماما او كليا definitely يعني قطعا او بالتأكيد negative سلبي عندي بوزيتيف ايجابي سلايتلي طفيفا او قليلا حاجه خفيفه كده. طيب عندي كمان كنترولز ادوات التحكم عندي ديفلوب يطور او ينمي دران اللي هي طائره بدون طيار لو قانون عندي مينز وسيله او وسائل باسنجر مسافر او راكب ريسيرش يقوم ببحث سبيس كرافت مركبه فضائيه ترافيك يعني حركه مرور عندي كمان anywhere في اي مكان عندي كمان عندي عايز اعرف ان كلمه كومبانيز اللي هي شركات كومبانيز شركات لو هي شركه واحده بنشيل الاي اي اس ونحط واي كومباني تبقى كومباني لكن هنا كومبانيز شركات كار كومبانيز بقى شركات سيارات او اي بقى شركات زي ما احنا عايزين المهم كلمه كومبانيز شركات انجين محرك. تعالوا بقى كمان ناخد الديفينيشنز اللي خاصه بالجزئيه دي عندي كوريكت يعني صحيح هاز نو ميستيكس مفيش اخطاء لايكلي محتمل جوينج تو هابن اور بروبابلي ترو ممكن يحصل وممكن يبقى صح. طيب عندي كنترولز ادوات التحكم ثينجز يوز تو اوبريت اشياء بتستخدم عشان تشغل افايكل اور ماشين عربه او اله. طيب لوز قوانين رولز وي ماست فولو قوانين او قواعد لازم نتبعها ترافيك المرور اور ذا فايكلز كل العربات ذات ار موفينج الونج ذا روت اللي بتمشي على الطريق ان ا بارتيكولار اريا في منطقه معينه درون اللي هو طائره بدون طيار تايب اوف aircraft that doesn't have a pilot ما فيهاش ايه طيار. طيب عندي كمان هي اولاد شبه كلمه التصريف الثالث من فعل دو بس بزود لها في النص ايه ار مش دو دو بعدين ديد وبعدين دون بس هنا بزود لها ار فدرون درون عشان تبقى سهل لكم حفظها في الكتابه اللي هو طائره بدون طيار. طيب become بزيارة يصبح اكتر مشغولا او become worse يصبح اسوأ take a journey يقوم برحلة عندي كمان land on يهبط على take off تقلع الطائرة. طيب تعالوا كمان نشوف expressing نعبر certainty and uncertainty التأكد وعدم التأكد about the future في المستقبل. طب اما اجي اعبر عن وانا متأكد بقول I am sure that انا متأكد من ده. طب اعبر عن عدم التأكد بقول perhaps there will be ربما هيكون فيه او اقول there might be او ربما هيكون واذكر الحاجه اللي انا بعتقد فيها. طيب هنا agreeing حد مثلا بوافق على راي حد كان بيفترضه هقول له I agree واسكت
مش لازم سلايتلي، يعني انا بوافق معاك بشكل بدرجه طفيفه، مش لازم اي اجري وخلاص، عندي ديس اجرينج، اي دونت اجري، انا مش موافق. بكده خلصنا مع بعض الكلمات الوحده ال 12 ال 12. انتظروا ان شاء الله جزئيه الجرامر بسيطه وخفيفه باذن الله. دمتم في امان الله.